نفس النمو من احلى الابواب اللي عندكم في المنهج لو انت ذاكرته كده بالترتيب وفهمت كل معلومه فيه. علم النفس النمو دي اكتر غير النمو من العام الى الخاص. يعني ايه من العام للخاص؟ الوليد او الطفل اول ما بيتولد هنلاحظ ان اي استجابه بيعرف يعملها بتكون استجابه كليه. النظريه كويس؟ تعرف اسم العالم صاحب النظريه واهم القوانين اللي وصل لها، عشان لما يجي لحضرتك سؤال اخر السنه تعرف تفرق. هيجيب لك سؤال كده اي جمله من بره المنهج. مرحله اسمها مرحله الجنين. اتكلمنا بعدها عن مرحله اسمها مرحله الرضيع، السنه الاولى السنه الثانيه من عمر الفرد. واخر مره اتكلمنا مع بعض عن مرحله اسمها مرحله الطفوله المبكره. كلمه بطيء. المرحلتين اللي قبليها